البطر دايرين 20 20 20 شفولي على ولادي بثلاثة بالحبس. السيد تيقول لي هذا غير هددني. واش هدو يعطيو 20 عام؟ تهديت يمشي كتمشي عليه 20 عام. أربعة وعشرين مليون غرامة يديوني بيعوني أنا ولا ما نعرف. أنا وليداتي دابز واحد مدابز مع السيد اللي مدابز معاه، كانوا صحاب ما كانوش كيتفارقوا مع بعضياتهم، كانوا فراش واحد هو وياه، كانوا كينعسوا مع بعضياتهم في الدار، ديما عندنا ديما واكل شارب عندنا من صغر هما مصاحبين. ناض سيدي ما عاد تناقش هو وولدي، كيستفزو كيبدا يستفز فيه، تناقش هو وياه، دابزوا ليا مع بعضياتهم، أنايا وولادي بثلاثة كانوا في الجنازة، كنا كلنا في الجنازة، خويا مات ليا ديك النهار اللي دابز هو وياه، كنا في الجنازة، أو دري صغير إلا قلتو ليه مع من دابز فلان، عيقول لك معاه هو وفلان، وعندنا الشهود، الشاهد ديالو معاه في القهوة. الشاهد ديالو تيقول يونس وعماد ما كانوش، الشاهد ديالو حيدوه، جا شهد في هذا شهد مرة واحدة ولادي، جا شهد شي ثلاثة المرات ولا أربعة، جا شهد ونهار جا عند الرئيس قالوا فلان بن فلان، قالوا حاضر، مشى يا سيدي لعندهم مصورينهم نيت، قالت هو وياه في القهوة وواحد السيد آخر وما عرفتش قالوا لي حرشوه، ملي جا الرئيس يعيط عليه لقاه مشى. نادى سيدي مشى ولدي انا يا عماد هذا كيدور عادي ما عنده حتى شي حاجه، كيدور عادي شد الجرده كيبيع ويشري فيها. نعاود لكم هذه عاد نوري لكم الديتاي الاخر، القهوه تاي يتاجر في هذا الشيء ديال الليمون وهالتخربيق، تشدوه البوليس ماشي شدوه التماريين، شدوه الرباطيين، ملي شدوه الرباطيين ناضوا عطاوه التماريين على اساس هاد الصداع هاد النزاع، عطاوه للتماريين، التماريين اش داروا؟ دايرين ليه تجاره في المخدرات. ولدي انا ما درتش تجاره في المخدرات، الطوموبيل تعطاتنا والفلوس تعطاونا، الطوموبيل تعطاتنا والفلوس تعطاونا، في الاخر صيفطوا على الفلوس. لا كان اللي كان الطوموبيل ديال خوه، كان هو كاري خوه الطوموبيل ولصقات فيه، كان هو كاري خوه الطوموبيل. المهم فينا هي راه غيطرطقوا ليه الرباطين ماشي التماريين، سمعتيني؟ عطاونا فلوسنا وعطاونا طوموبيلتنا، شويه قالنا تجيبوا الفلوس ما تجيبوش فلوس، قالوا نسيبي ديك حتى انت، مشى داه ليهم دا ليهم الفلوس، الطوموبيل بقات عندنا، اجي فيها حيازات المخدرات، غادي يعطوك الطوموبيل، ما تعطاش الطوموبيل، هاكا في الحيازة ما كاين والو، يعني ما شدو عندهم حتى شي حاجة، ما شدو عندو حتى حاجة وما تيبيعش مسكين، لا قالت مع وليداتو، راه مشكلة مشكلة هادي، ما عليتناش، تدار لي تدار في الميرف الله أعلم، الله أعلم، أنا هذا سيدي، هاد السيد هذا، قال لينا والله تنديهم كاملين. هو كيدور ليا حتى على هذا، اقسم بايات الله ونحلف لك في المصحف، الا ضربوا الا ضربوا بهكا هكا هكا دار له هكا دارها له في المحكمه، هكا دار له في المحكمه، وكيدير ليه بالاشاره لولدي من داك السجن، من برا تيدير له والله تنفعلو نترك لمرتك، راك عارف الاشاره، تيدير ليه الاشاره نفعلو نترك لمرتك، ودابا تيدور حتى على هذا الولد هذا الاخر، قالوا والله تنصيفطو حتى هو، وما زعما مشكلة بعض عماد ويونس ما كانوش، وتيبرئو هو، السيد تيقول لي هذا غير هددني، واش هدو يعطيو 20 عام؟ تهديت يمشي كتمشي عليه 20 عام، أنا بغيت غير إعادة النظر في هذا الملف، ما بغينا حتى حاجة، بغينا غير الحق أوليدي، الكاميرا قالك داتها الضابطة القضائية دات الكاميرا، كان طالبوا الكاميرا ما كايناش، ما كايناش، ملي كيطالبها الوكيل تيقول لي راه داتها الضابطه القضائيه، الضابطه القضائيه كتقول لهم ما عنديش، يلا فين مشات هاد الكاميرا وريني، الكاميرا اللي فيها الحقيقه غبروها،
انا الفيديوهات كيتهجموا علينا هو وخوه، وخوه كاين اخويا في الملف، علاش ما داروش في الملف؟ ها علاش خوه ما داروش؟ ها هو التهديد، ها هو كيجيو لينا تيجيو لينا بالسيوفه قبل ما يتضرب هو وخوه، مدابزين مع بعضياتهم. ها الجلاوه ما يثبت، وعندنا اوديوات تيقول، سمعتيني، عندنا اوديوات كيقول هو ما ضربنيش يونس، ما قيسنيش يونس، يونس حكموا عليه توا بعشرين عام. علاش؟ شو تيقولوا الولاد ما كانوش؟ اي واحد سولتي بديك الحومه يقول لك اودي اللهم انا هذا من قبل. 24 مليون 24 مليون غرامه. اه يدوني يبيعوني انا ولا ما نعرف. ايوا والو البطر عنده البطر، والو البطر قول له احبابي البطر المشاهدين البطر دايرين 20 20 20. شفوا لي على ولادي بثلاثه في الحبس، واحد عنده خمسه د الولاد والاخرين عزارين، تا غيتزوجو تا غيولدو تا غيديرو مستقبلهم، وجوج جوج ما دايرينش، وهو قال لك دايرين، قال لي نصبتهم كاملين، قال لي والله تنصبتهم كلهم غيمشيو. اسمع هاد الهضره هادي، قبل هادي 10 شهور تيقول الحومه غادي يعطيهم 20 20 20، هو قالها بفمه ونتقلد بها اليوم اليوم القيامه، تيقول لهم غيعطيهم 20 20 20. تيوا داك راه غتيرقع، وفعلا ها هو قالها هي جات، ما باغينش اخويا هذا اللهم انا هذا منكر. لقيتو كان هذاك السيد وقع ليه نقاش مع الاخ ديالي الصغير، ضرب الاخ ديالي الصغير، ضربو لهنايا وضربو ليدو. الاخ ديالي مشى ديك لارابيع، مشى ديك لارابيع هو ولا تيدور في الحومه. هو ديك لارا ولدي، ديك لارا ولدي، ديك لارا الاخر تيدور في الحومه عادي بحال ما كاين والو، تيدور في الحومه عادي تيدور، وهز واحد الجنويه ديال وسط منا ديال الشهاز الجنويه مدور عليها واحد وغادي يجي هو وخوه، وغادي يجي هو وخوه دايرين الرعب تما. واحد النهار الام ديالي تقالوا لي الدراري، الام ديالي كتخمل، خرجت شي طبله تما كاينه تحت الباب، طلعت لحد الباب ديال الدار، ضرب الطبله ديال الجاج هاد السبب هذاك تا خرسها شويه. قالوا لي حشومه ما حشومه، قال لهم لا انا نديرو هادي والله ما حيدو داك الديكلاراسيو، تندير تنفعل تنتراك. المهم ديك الهضره ديال الزنقه والسبه مسمطه لتحت، والام ديالي تما كتسمع في كلشي. ملي كان الخلاف بقات، ملي كان الخلاف بقات بحال هكاك شويه. الاخ ديالي بغاو يهدنوه، وهادي وهادي بغاو يهدنوه. الاخ ديالي دازت واحد الوقيته، دازت واحد الوقيته الاخ ديالي كانت عندنا كنازه بحال اليوم بالليل. الاخ ديالي الخال ديالي توفى والله وليد الكنازه، ولد صغير، ولد صغير، ولد صغير، ولد مصحف، الولد الصغير تسولو يقول لك راه لا راه من داب هو اقسم بايات الرحمن، وهذا المصحف هذا والله الموت اللي كاينه. وجوج خوتي مظلومين، يعني حصل خالص واحد بكا وهز المصحف وكيبكي بان انا تنقسم هذا كتاب الله، يعني هذا كتاب الله، انسان ما يقدرش يهز المصحف اقسم بايات الرحمن. شويه حنا هبطنا، كان الخال ديالي توفى مسكين بالليل، يعني الدفن ما كاينش بالليل، حتى الغد اللي عاد تمشي، الغد اللي مشيت انا والام ديالي وخوتي بجوج وعيطوا علينا، مشيت انا والاخ ديالي الخوت ديالي بجوج والام ديالي، مشينا هبطنا للجنازه. الاخ ديالي اللي حبسو هو واحد السيد قال ليه توصل لي شي رحيل الربا. الاخ ديالي كان تيدير داكشي ديال تيسلع للناس عنده تريبورتو. الاخ ديالي منين مشى باش غادي قال لهذاك السيد، قال لي داك السيد تسناني غادي نقاد شي حوايج هنايا عاد مشينا وياك. قال لي الاخ ديالي هضرني العطش راه شحفت مع الزماع داك المادري وداكشي، قال لي انت تلقاني لتحت غنمشي نشرب شي كاس ديال الماء ونشرب شي قهوه. مشى الاخ ديالي هبط شويه تيتفاجئ بهم جايين بجوج، واحد هاز الجنويه هنا، واحد هاز جوج سيوفا وجايين ليه، وتيقولوا اللي بقى يهضر هنايا يموت بهذا اللفظ هذا، الهضره ديال الزنقه.
الله جعل ربي بغيت ربي ربي بالحق. عيشي قلتي إلا كانوا دايرين ياخذوا العقوبة. ياخذوا العقوبة ما دايرينش ما يديروش ليهم هاد الحالة هادي. وحق الله العظيم أنا مشبكة سيد النبي. والله يطيرني على ولادي ويشتتني على ولادي. إلا وليداتي جوج ما كانوش مدابز هو وبادر. وتيستفز بادر هو. كيستفز بادر باش ضرب هو وياه. ملي ضربوا بعضياتهم ايوا الحق يمشي للمعلم انت مني مدابز معاه علاش غتجر معاك جوج اخرين قالوا بغيت نديهم كاملين انايا انا غنديهم كاملين